بحلم حوالي بس ما بس انام يا الله اذا نمت واي اذا مش حوالي شلون بدي لا اذا جيجو حوالي وموت اقوزي بودعنا بروح. تتسابق المنظمات الإنسانية السورية في خدمة شعبها وأيهم يحقق أرفع النسب في بلوغ شرف الثبات والاستمرار في الاحتفاظ بروح المسؤولية والمعاناة اليومية التي يتعرض لها الشعب السوري. في سبيل ذلك وعاما وراء عام يزداد عمق الأزمة الإنسانية السورية، فتبذل منظمة يدا بيد من أجل سوريا قصار الجهد وتدفع عوائقا جمة طمعا بتأمين حياة كريمة للمواطن السوري. They needed bandages. They needed cotton or for baby milk sometimes. They would ask for it. They're just really basic needs. هنا نجد تقريرا لصحيفة حريات ديلي نيوز التركية يتحدث عن هجرة السوريين نحو الدول الأوروبية وأوضاعهم وحال اللاجئين في تركيا على الشريط الحدودي مع سوريا. والمنظمات الإنسانية العاملة في تركيا من بينها جاء ترتيب منظمة يدا بيد من أجل سوريا في المرتبة الخامسة من حيث المنظمات الأنشط والأكثر دعما في الأزمة السورية. تعطي منظمة يدا بيد بإدارتها وكوادرها في الداخل والخارج أضعافا مضاعفة من طاقاتها وأوقاتها، بل أشياء أكثر نتحفظ على ذكرها. في النصف الأول من عام 2015 وامتدادا إلى تاريخ اليوم تدير منظمة يدا بيد من أجل سوريا أكثر من 15 مشروعا، منها قد انتهى ومنها في حيز التنفيذ وأخرى شارفت على الانطلاق. ترسم خططا مستقبلية قريبة وبعيدة في محاولة تأمين مستلزمات الشعب السوري في شتى المناطق التي بالإمكان الوصول إليها. نجد المشاريع الطبية على رأس القائمة، أولها العيادات الطبية المتنقلة، الحملات الطبية، افتتاح مشفى جبل الزاوية للأطفال في قرية بليون، قافلة رمضان لسيارات الإسعاف بالتعاون مع فريق سيريات. قامت منظمة هاند ان هاند بتاريخ 1/3/2015 بافتتاح مشفى الأطفال والنسائية في جبل الزاوية في قرية بليون، حيث تقوم هذه المشفى بتخديم ما يقارب فوق 250 ألف نسمة، حيث هو المشفى الوحيد في هذه المنطقة لهذا التخصص ولهذه الخدمات. سننطلق بعد قليل إلى تسليم سيارة الإسعاف E5 لمنظمة علاج في ريف المهندسين الأول في ريف حلب الغربي. نشكر الأخوة في سيريتين على تقديم الدفعة هذه من سيارات الإسعاف والتي كانت تحت مسمى كونفوي رمضان، وتعنى منظمة يدا بيد من أجل سوريا بالمشاريع الإغاثية المتنوعة كالسلة المتنوعة في معرة النعمان وما حولها، السلل الغذائية والشتوية في مدينة حلب وريف حماة الشمالي، السلل الصحية، السلل الغذائية. طبعا نحن منظمه اغاثيه انسانيه طبيه، هدفنا مساعده الشعب السوري وكل واحد محتاج والوقوف على احتياجاته، طبعا بالتعاون مع اللجان الاغاثيه والمجلس المحلي لمدينه معرة النعمان. عرفنا انك انت مصاب وذوي احتياجات خاصه مثلي، اجت عليك شظيه مشان عينك، لذلك اجينا نحن عندك على المنزل وقدمنا لك السلة المحتاجة. أمور هي وجبات غذائية، منظفات، شامبويات، عدة شغلات، يعني احنا بحوشتها فعلا، احنا بحوشتها ميسي إلى الأصناف اللي جابونا إياها، فقاموا في توزيعها على هالعائلات اللي نازحة هون. والله يجزيهم الخير ويعطيكم ألف عافية أنتم واللي قاموا على هذا العمل. عندك حدا مريض أو معاق في البيت، في مرضي أو حمل؟ سجلت ايه؟ 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 سجلت ايه
شوي شوي على الكراتين شباب، شوي شوي يعني. هاي بطاقة، بطاقة شغل بالمجلس المحلي والنيابة عن شوي كم الأحياء الموجودة في هذا القطاع وعن إدارة القطاع والإداريين الذين يعملون في هذا القطاع والخدمات التي يقدمها مرزوق كانت بجد في هذه الأحياء. تقدموا بطاقة شكر وشكر جزيل على أعمالهم التي يقدموها لهذه الأحياء. شملت المشاريع الإغاثية صناديق العدة المنزلية، السلل الصحية، شيلتر كيتس وشحنات مساعدات متنوعة. اليوم بتاريخ 23/5/2015 نتقدم بالشكر الجزيل لفريق ISXL الطبي وعموم الجالية السورية في فرنسا على هذه الشحنة وهذا الكونتينر المتنوع الذي تم تقديمه للشعب السوري ونقله للداخل بعد أن تم جمعه من قبل الفريق ومن قبل الجالية السورية. جدنا عالم من الكرة اللي انضربت من قبل النظام من جسر الشعوب مريفها وأدي مريفها، فزادت العالم كثير، حطينا العالم بالبيوت وحتى البيوت اللي كنا حاطين فيها المستودعات ما عادت تساعد، ففكرنا نبني مخيم في هذه القرية. فطلبنا من الأخوة أصحاب الأراضي فتبرعوا وعطونا قارب العشر كيلومتر، فبنينا 150 خيمة اللي ساعدتنا جمعية يد بيد. الله يجزيها الخير. الأضاحي والطحين، خلال هذه الفترة قدم نحو 52 أضحية وزعت على المحتاجين في ريف حلب، كفرناها وريف إدلب، أطمة ومخيم الأرامل والأيتام، مخيم عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، أضحيتين منها مقدمة من جمعية إيلكتر التركية. تم تخصيص 6 طن من الطحين لحي الراشدين في مدينة حلب، ومؤخرا تم استلام 20 طنا أيضا من جمعية إيلكتر التركية. التمور والمساعدات المتنوعة من خلال عدة حملات مختلفة المكان، تم فيها توزيع 3 طن من التمور لأحياء مدينة حلب والعوائل النازحة إلى كفرناها ونازحي قرية جوزف إلى أطمة وقاح، إضافة إلى توزيع الألبسة والحرامات والألعاب وعدة المطبخ. قمت بتوزيع مادة التمر في حي الشيخ فارس مدينة حلب 7 رمضان 2015 يد بيد لأجر سوريا. المشروع الأضخم القادم داخل في حي التنفيذ، المشروع المائي الصحي في الشمال السوري، يبدأ بتوزيع 1200 سلة عدة إصلاح منزلية في المخيمات التالية: مخيم اليونسية في ريف اللاذقية، مخيم عائشة للأرامل والأيتام رضي الله عنها، مخيمات عشوائية مرتبطة بهذه المخيمات السابقة في منطقة باب الهوى. 750 سلة عدة منزلية في كل من جبال حيش تجمع قرى بابولين في ريف إدلب الجنوبي، إصلاح تمديدات الكهرباء في محطة المياه في الأبزمو في ريف حلب وتزويدها بمولدة 110 كافئة، وتزويدها بمضخة مياه مع مصاريفها التشغيلية في كل من بابيس قرية الأبزمو نياقة العدس، مع إصلاح الشبكة الكهربائية في قرية بابيس، بناء 10 حمامات في بلدة إعزاز في ريف حلب الشمالي، توزيع السلل الصحية في 10 مناطق، دعم محطة المياه في مدينة إدلب بالوقود ومواد التعقيم، إصلاح المجاري 270 بمنطقة زمار، توزيع مطبوعات بهدف رفع الوعي السكاني عن أهمية النظافة، دعم أسبوعي لإزالة النفايات من خلال توفير 55 حاوية قمامة في كل من إتقاد ومعارة الأرتيق في ريف حلب، توزيع 2000 سلة صحية و2000 سلة أطفال بمخيم اليونسية في ريف اللاذقية. مدة المشروع 8 أشهر مع انتهاء شهر فبراير من عام 2016.
إضافة إلى مشاريع شهر رمضان المبارك وحملة إفطار صائم في وادي بردة والغوطة الشرقية ل2500 عائلة في ريف دمشق، وحملة السلل الغذائية في ريف حلب وريف إدلب 150 سلة غذائية، وقصائم وظروف مالية للعوائل ودور المرضى في مدينة الريحانية في تركيا مع توزيع 40 سلة غذائية، زيارات خيرية في دار العجزة بحي المشاطية في مدينة حلب، وحفلات للأيتام في كل من دار الأيتام الأولى في سرمدة ومخيم اليونسية في ريف اللاذقية، مع اهتمام بتطوير كوادر العمل واجتياز فريق العمل في تركيا المرحلة الأولى من تعليم اللغة التركية، طمعا بتطوير القدرات وانعكاسها إيجابا على أهلهم في الداخل السوري. المكتب الإعلامي لمنظمة هاند إن هاند فور سوريا، مكتب تركيا.